السلام عليكم. الأسبوع الماضي قيادة العمليات المشتركة أعلنت عن عملية عسكرية جديدة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهذه العملية العسكرية طبعا هي تعتبر العملية رقم 13 ضد تنظيم داعش الإرهابي. يعني إحنا قاعدين نحكي طبعا خلال سنة 2020، يعني باختصار شديد جدا سوينا إحنا 13 عملية عسكرية ضد داعش خلال 6 أشهر. طبعا هذه عدد العمليات العسكرية الغير معلنة، اللي حكى بالعمليات العسكرية الغير معلنة هو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب قاطع الركابي، هو اللي قال بهذا الموضوع وصرح مؤخرا، قال هنالك عمليات عسكرية أخرى غير معلنة تتم من خلال أجهزة أمنية مختصة تستهدف الخلايا والحواضن في المناطق الحضرية والسكنية بعيدا عن العمليات العسكرية في المناطق الصحراوية. فعلى الرغم من العمليات العسكرية المعلنة وغير المعلنة، إحنا في نهاية المطاف حقيقة تنظيم داعش بعده موجود، وبعده يشكل خطر، وبعده يشكل تهديدات، وفي مناطق مهمة تصير بها هذه العمليات العسكرية. شقد تتكثف العمليات العسكرية مثلا في ديالة أو في كركوك أو في المناطق المتنازع عليها وغيرها، مدى تجي نتيجة، في النتيجة داعش لسبب ما يلقي طريق العودة. يعني على سبيل المثال مؤخرا أيضا النائب برهان المعموري يعني صرح عن ديالة حقيقة، وفي فترة السيد الكاظمي احنا قاعدين نحكي، قال الأوضاع في محافظة ديالة تنذر بانهيار أمني على وعلى الرئيس رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إرسال قوات تكفي للسيطرة على المناطق الرخوة وضبط أمن الحدود التي تربط المحافظة بالمحافظات الشمالية. كذلك اللواء تحسين الخفاجي اللي هو طبعا المتحدث باسم العمليات المشتركة قال صحيح أننا نجحنا في تطهير الأراضي وأخرجنا تنظيم داعش من العراق، لكن إلى الآن هنالك خلايا نائمة وتوجد جذور وحواضن لها. هسه المشكلة مو قضية الحواضن وغيرها، لأن البعض يعتقد أنه داعش خلال 3 سنوات ونص يعني أنشأ له قاعدة، درس هذه المرحلة الجاية، درس حرب العصابات بشكل أكبر، ماكو قوات أمنية تستطيع إنهاء يعني عصابات مثل داعش بسرعة كبيرة جدا، تحتاج إلى وقت. مو هنا المشكلة، المشكلة هي ازدياد العمليات الإرهابية من داعش يعني بالفترات الأخيرة، على الرغم من الانتصار اللي حققه العراق على داعش وحتى الانتصار اللي تحقق في سوريا، اكو ازدياد ملحوظ. وهذه الشغلة يعني اللي تكلم عنها هي صحف أمريكية وبريطانية جابوا تقارير من واقع الأرض تتحدث عن خطورة هذا الموضوع. يعني خلينا نشوف على سبيل المثال نيويورك تايمز شنو اللي قالته، هذا في تاريخ 10/6/2020، قالت داعش يستخدم هذا العام في العراق تكنولوجيا بسيطة وهجمات بتكلفة قليلة في الأرياف لكنها لا تزال مميتة. وقالت أيضا على الرغم من أن داعش لم ينفذ هجمات على النطاق الذي قامت به قبل بضع سنوات، لكن هجماتهم بدأت بالازدياد مرة أخرى. الجارديان البريطانية بتاريخ 24/5/2020 حكت بنفس الموضوع تماما، قالت تشير التقارير الواردة من الأرض بشكل مستمر إلى أن داعش امتلك هذا العام قدرا أكبر من الوضوح والحركة في القرى والضواحي في جميع أنحاء العراق وسوريا. هذا الموضوع بحد ذاته، هذه الأنباء الخارجية وهذه التقارير الدولية وحتى الملاحظات المحلية أنه إحنا ليش هلقد عمليات عسكرية نسوي يعني بمشاركة سلاح الجو العراقي وبمشاركة سلاح الجو التحالف الدولي الآن مؤخرا هذه العمليات العسكرية، يعني الأنباء تقول أن التحالف الدولي مشارك بها، ليش كل هذه العمليات وإحنا ما نجيب نتيجة؟ هذا السؤال سيطرح على وزير الدفاع بحسب التسريبات، على وزير الدفاع الحالي اللي هو السيد جمعة عناد. يعني أكو عدد من النواب الآن دا يسعون أنه يستضيفوه بالبرلمان ويسألوه ليش هذا الصرف وليش هذا الزخم الكبير، يعني حتى الأنباء تتحدث عن 250,000 جندي استخدموا لمدة 50 يوم من العمليات العسكرية في 2020، والنتيجة أنه داعش بعد دا يشكل خطر عليك وغيرها. لكن مع كل هذه الأنباء وهذه الأخبار اللي تبدو سوداوية، تبدو يعني أنه ماكو أي تقدم بهذا الملف ضد داعش الإرهابي، إلا أنه أكو أخبار إيجابية تتحدث أنه الطريقة اللي دا تتعامل بها حكومة السيد الكاظمي مع ملف داعش على غرار طبعا الملفات الأخرى الأمنية، الاعتقالات في حي الدورة وغيرها، حكومة الكاظمي دا تتصرف بطريقة مختلفة وأفضل من الحكومات
السابقة اللي حكى بهذا الموضوع طبعا اللي هو الخبير الأمني هشام الهاشمي. قال العمليات العسكرية التي تنفذ حاليا خلال حكومة مصطفى الكاظمي باتت تجرى بطريقة جديدة وأفضل من السابق. برر هذا الموضوع قال القوات الأمنية والعسكرية تعمل في الوقت الحالي على إبعاد عناصر داعش عن المدن الحضرية والأرياف لتتولى قوات جهاز مكافحة الإرهاب بدعم من سلاح الجو التابع للتحالف الدولي معالجة مناطق وجودهم في المناطق الصحراوية والمفتوحة. وطبعا التحالف الدولي ووجوده الآن قضية كبيرة، احنا عندنا مطالبة من البرلمان وقرار بإخراج القوات الأجنبية، الآن عاد التحالف الدولي للمشاركة في هذه العمليات العسكرية. فهل هذا يا ترى يعني انه احنا خلاص وصلت الحكومة العراقية الى قناعة احنا محتاجين التحالف الدولي؟ وكيف ستقنع الحكومة العراقية من خلال الحوار الاستراتيجي الأمريكي أنه إحنا قد نكون فعليا محتاجين إلى الضربات الجوية وأن سلاح الجو العراقي لا زال حتى هذه اللحظة يعني مو بكفاءة طبعا سلاح الجو التحالف الدولي، وهذا شيء واضح ومعروف. بنفس الوقت إحنا اليوم عندنا تحدي آخر، حكومة الكاظمي حقيقة هي اللي تواجهه وراح تواجهه، اللي هو أكو توغل تركي وتوغل إيراني في الأراضي العراقية. التوغل الإيراني يمكن يعتبر شيء جديد. المتحدث باسم وزارة البيشمركة هو اللي حكى بهذه القضية حقيقة، قال الجيش التركي، هذه تصريحات حديثة جدا، الجيش التركي توغل مسافة تتراوح بين 20 إلى 40 كيلومترا داخل العراق، وهنالك توغل إيراني أيضا بعمق 10 كيلومترات ضمن منطقة قنديل العراقية مع إنشاء الطرفين معسكرات جديدة، خطين أو ثلاثة خطوط أو أربعة خطوط على إنشاء معسكرات جديدة. هذه المعسكرات الجديدة حقيقة اللي تثبت بهذا الموضوع وتأكد من خلال هذا التصريح سبوتنيك، أكدت أنه فعليا أكو معسكرات تركية جديدة تم إنشائها في شمال العراق بحسب التسريبات اللي حصلتها وكالة سبوتنيك. لذلك اليوم حقيقة السيد الكاظمي مو بس يواجه قضية الميليشيات والأطراف اللي هي خارج إطار الدولة وهذا السلاح المنفلت الذي اعتدنا أن نراه بالفترات الأخيرة، وإنما الآن أكو قضية تنظيم داعش الإرهابي وهذا الملف الخطير والتحذيرات الخطيرة وأيضا التوغل التركي الإيراني. فهل يا ترى سنشهد مثلا حوارا استراتيجيا مع تركيا أو مع إيران؟ هل وزير الخارجية سيذهب عند ذهابه إلى طهران في هذه الزيارة سمعناها راح يصير نقاش في هذا الموضوع، أم هذه الملفات ستترك حتى نهاية الحوار الاستراتيجي اللي راح يصير طبعا بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق؟ إذن يعني حقيقة سنناقش هذا الموضوع بتفاصيله، وهذه يعني حقيقة مواضيع أمنية قد تكون مختلفة في ملفاتها. ينضم إلينا الآن حقيقة وأود أن أرحب بضيفنا من تركيا الباحث في الشأن التركي العراقي السيد مصطفى جليل، حياكم الله أستاذ مصطفى عبر السكايب. وكذلك أود أن أرحب بضيفنا أيضا طارق ماهر وهو صحفي وإعلامي أيضا عبر السكايب، حياك الله أستاذ طارق. وأريد أبدي مع حضرتك أستاذ طارق الآن في قضية تنظيم داعش الإرهابي وهذه العمليات وغيرها، تدري كثرة العمليات العسكرية وفي نهاية المطاف داعش لا زال يقوم بالعمليات اللي يقوم بها، هل يجب علينا مراجعة قرار البرلمان في إخراج القوات الأجنبية وأن تصل القوى العراقية والكتل السياسية إلى قناعة إحنا في هذه المرحلة في خطر وعلينا أن نؤجل تطبيق هذا القرار وإلى أن يعني نخلص على الأقل من خطر تنظيم داعش الإرهابي؟ هل علينا أن نراجع هذا الأمر برأيك؟ أولا علينا أن نؤكد بأن القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي هو ليس قانونا نافذا، هو قرار محدود تم اتخاذه بغياب الجانبين أو النواب العرس وكذلك النواب الأكاد بحضور وتصويت أغلبية شيعية كما أشار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. هذا يسحبنا إلى ضرورة التمييز والتفريق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. السلطة التشريعية تقرر طريقة تلائم السياسة التي تخطها والتي يمثلها النواب، يمثلون أحزاب ويستلمون التعليمات بما يخص الأحزاب ويتلائم مع مصلحة الأحزاب وتحركاتها.
وبالتالي هم طيب اعتقد استاذ طارق هنالك، عفوا يعني الصوت غير واضح، نتمنى من الزملاء انه يعيدون التشيك مع الاستاذ طارق ان شاء الله حتى نرجع له بالسؤال القادم. اعود ارحب بضيفي الاستاذ مصطفى جليل. استاذ مصطفى، خليني اجي وياك على قضيه تركيا والتوغل التركي. الان يقول لك اكو توغل ل 40 كيلومتر، البعض يقول 100 كيلومتر، وانشاء معسكرات. يعني الا تعتقد ان ذلك يعني هذا الامر بحد ذاته مخالفه تركيه خطيره، ومن حق حكومه السيد مصطفى الكاظمي الان التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا ما ثبتت هذه المعلومات اللي انتشرت الان، وخلاص يطلبون مساعده دوليه في اخراج القوات التركيه من العراق؟ استاذ مصطفى، هل تسمعني؟ ما ادري اذا الاستاذ مصطفى اذا تقدر تسمعني او لا. طيب يبدو عندنا مشكله بالصوت، لذلك حقيقه هذه الامور اليوم اللي احنا قاعدين نحكي بيها هي امور كلش مهمه بالنسبه لحكومه السيد مصطفى الكاظمي، كون انه امام مفترق طرق، امام ضغط محلي في قضيه التحالف الدولي وغيرها وملفات تركيا وملف ايران، خاصه انه اكو اطراف بدأت تضغط بعد الاعتقالات اللي صارت في حي الدورة، أطراف خارج إطار الدولة، أطراف يعني حقيقة ولاءها ليس للعراق، بدأت تضغط بهذه الملفات، والبعض بدأ يقول ليش السيد مصطفى الكاظمي مثلا ما تحرك على تركيا، ما تحرك على إيران، ما تحرك على القصف اللي دي يصير، على الرغم من أن حكومة الكاظمي فعليا وليس دفاعا يعني اتخذت الطرق الدبلوماسية وقدمت مذكرات احتجاج على الحكومة التركية، يعني سلموها للسفير التركي مذكرتين احتجاج، وهددت وزارة الخارجية العراقية بالتوجه إلى مجلس الأمن في هذه القضية. لكن بنفس الوقت سمعنا عن أنباء عن حوار استراتيجي عراقي تركي، ما ندري هذا يعني لا تأكد حقيقة ولا صار به كلام، لكن هذا اللي تسرب. إذن أعود إلى ضيفنا الأستاذ طارق ماهر. أستاذ طارق، أتمنى الصوت أن يكون الآن يعني واضحا، وحقيقة أتمنى أن تكمل لي إجابتك على قضية التحالف الدولي ووجوده في الفترة القادمة. علينا أن نميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. التوجهات البرلمان دائما ما تتم بتصويت النواب الذين يمثلون أحزابا متنفذة، وهذه الأحزاب غالبا ما تراعي مصالحها وعلاقاتها داخل البلاد وخارجها، مع الإشارة إلى هذه التوجهات وانتماءاتها الطائفية القومية على حد سواء. السلطة التنفيذية من جهة طيب عندنا مشكلة بالصوت حقيقة على الجانب الآخر مع الأستاذ طارق، يعني تبدو الأمور غير واضحة. نرجع الآن إلى ضيفنا من تركيا السيد مصطفى جليل مرة ثانية. أستاذ مصطفى، يعني أكرر على حضرتك السؤال المتعلق في تركيا. الآن تركيا يعني هذه إنشاء معسكرات جديدة وتوغلها عشرات الكيلومترات، يعني مخالفة تماما أي اتفاقية ممكن نحكي بها حتى لو صارت في زمن النظام السابق. مو من حق الآن حكومة السيد الكاظمي إذا ما ثبت إنشاء معسكرات جديدة بعدم وعدم إعلام الحكومة العراقية بذلك، من حق هذه الحكومة حكومة الكاظمي أن تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وتطلب المعونة الخارجية إذا لم تستجيب تركيا؟ كيف ترد على ذلك؟ والله تحية لك في الحقيقة في بداية ولجميع المشاهدين. حياك الله. يعني الموضوع ما أعتقد بهذا الحجم. العراق يعني على طول الحكومات المتعاقبة لم يستطع التفاوض مع الجانب التركي، وحتى مع كثير من الملفات لم يستطع التعامل معها بشكل جيد. يعني العراق يفتقر ما بعد 2003 إلى فريق تفاوض قادر على الحصول على مكتسبات والحفاظ على السيادة وأخذ ما يراه مناسبا بالنسبة لمصالحه الاقتصادية والسياسية والأمنية. أنا كنت حاضرا في اجتماع الوفد العراقي والتركي في أنقرة عندما كان إبراهيم الجعفري وزير الخارجية، وشاهدت في عيني كيف يتعامل الوفد العراقي مع الجانب التركي في قضايا مهمة مثل قضية المياه وقضية أيضا الوجود التركي في معسكر بعشيقة. في الحقيقة مستشار وزير الخارجية قال بأن الجانب يعني كانوا يتحدثون فيما بينهم، وقال بأن الأتراك هم أحسن من عندنا، يعني كاتبين
مطالبهم وكاتبين التقرير بشكل جيد افضل من عندنا، وبالتالي انتهى الاجتماع وما توصل الوفد العراقي الى اي حل ورجعوا من دون اي حل. يعني ما هي ملاحظاتك على الوفد العراقي في ذلك الوقت؟ هل كان الوفد مثلا يعني غير مهيئ؟ غير قادر، غير قادر، مو غير مهيئ. الوفد التركي كان مجموعه شباب تتراوح اعمارهم ما بين 28 الى اقصى حد كانوا 35، احنا الوفد العراقي كلهم اعمار فوق ال 40 وناس يعني ما عندهم درايه. يعني الملف التركي ملف معقد جدا، يراد شخص اشخاص على درايه بالملف التركي، يعرفون شنو اللي يقولونه بالصحافه، شنو المواقف التركيه، شنو اللي تريده، شنو الاهداف. اجل الوفد التركي هو الوفد العراقي هو كانه في حقيقه يعني للاسف اقولها فريق جاهل في الامور التفاوضيه وما قدر يوصل للنتيجه، ولذلك عقد الوزيرين وزير الاقتصاد وزير الخارجيه العراقي ابراهيم الجعفري مؤتمر وما كان اي بي نتيجه، قالوا فقط طيب احنا لكن راح لكن لكن استاذ مصطفى احنا قاعدين القصد من هذا الكلام، القصد من هذا الكلام ان العراق يفتقر الى فريق تفاوضي تمام. قادر لكن على لكن نحن نتحدث الان استاذ مصطفى عفوا يعني ده نتحدث عن حكومات فشلت في هذا الملف، يعني اخفقت تماما في هذا الملف. الان عندنا حكومه السيد الكاظمي، سمعنا عن تسريبات عن حوار استراتيجي امريكي عراقي قد نشوفه بعد الحوار الاستراتيجي الامريكي العراقي بين تركيا والعراق مثل ما قلنا. هل هنالك صحه لهذه المعلومات؟ عندك انت معلومات بهذه القضيه لو هذه فقط يعني طرحت في الاعلام وتركت؟ يعني اذا تقصد فيما يخص الملفات العالقه، يعني سمعنا حديث يدور حول وجود تنسيق غير معلن بين الجانب العراقي والتركي في هذه العمليات. انا في رايي ان هذه العمليات جرت بموافقه حكومه بغداد على راسها مصطفى الكاظمي. يعني ملف حزب العمال الكردستاني ملف يشكل عبئا على الحكومه العراقيه وهي غير قادره بشكل او باخر مواجهه هذا. طيب لو كان هنالك تنسيق استاذ مصطفى، لماذا يعني تم تقديم مذكرات احتجاج الاولى والثانيه الى السفير التركي الموجود في العراق؟ وبالتالي هذا راح يشكل ضغط سياسي اولا ومن ثم شعبي اذا لم يكن هناك اي احتجاج. العراق حتى الان الاحتجاج متواضع هناك، وما يثبت كلامي انه ايضا السلطات الايرانيه شنت هجوما ايضا بالتنسيق مع الجانب التركي. اي هناك تنسيق مشترك ثلاثي ما بين تركيا والعراق وايران لحل هذه المشكله العالقه. العراق غير قادر على حل هذه المشكله، بالتالي طبعا انا اتوقع ذلك، ربما غير ذلك. ايضا هناك كان زياره سريه غير معلنه تحدثت عنها الصحافه التركيه وقالت بان رئيس المخابرات التركي زار انقره قبل العمليه بايام، ربما تم التنسيق بهذا الشان. تقصد زار بغداد رئيس جهاز المخابرات؟ نعم. طيب نعم. طيب لكن تدري سيد الكاظمي اظهر شخصيه جديده ما تعودنا عليها وما تعودنا نشوفها بالحكومات السابقه في اعتقالات حي الدوره، مواجهه لميليشيات خارج اطار الدوله وغيرها، سمعنا انه سيسعى في ضبط الحدود المسيطره عليها الميليشيات، وهذه طبعا قد تطال ايران او تطال تركيا ايضا لان هذا ايضا حدود العراق. هل تعتقد ممكن ان يظهر هنا شخصيه معينه في هذا الملف بالذات مثل ما شهدنا فيما حدث بملف حي الدورة وإن كان الفرق كبير جدا هنا؟ يعني العراق لا أعتقد يقدم على مثل هكذا فعل، سيواصل يعني إذا كان فعلا هو لا يريد تواجد حزب العمال الكردستاني، تواجد القواعد العسكرية التركية وحتى الوجود التركي في الشمال العراقي، سيواصل الطرق الدبلوماسية والسياسية ولا يقدم مثل هكذا فعل. العراق لديه اتفاقيات امنيه مثل ما شاهدنا في قبل اعوام، العراق شكل لجنه مشتركه امنيه بين العراق للتنسيق المشترك، هناك اتفاقيات امنيه بين الجانبين. السلطات التركيه على مدار السنه تعتقل شخصيات تابعه لتنظيم داعش، وهذه القيادات متهمه بتنفيذ عمليات في العراق، بالتالي هذه هناك تنسيق مشترك وهناك مصالح مشتركه ما بين البلدين. لكن في الحقيقه مساله التواجد التركي في هذا التوقيت هو مثير للجدل ويضع علامات استفهام كثيره. لماذا بعد
تنصيب الكاظمي، ولماذا في هذا التوقيت بالذات السلطات التركية منذ فترة طويلة تهدد بإطلاق عملية ولم تطلق؟ لماذا أطلقتها في هذه في هذا التوقيت بالذات وقبل الشروع أصلا بحكومة الكاظمي بتنفيذ الحوار الاستراتيجي؟ لكن أستاذ مصطفى، يعني الآن تركيا متهمة حقيقة من أطراف عديدة في العراق إنه هي وإن كان هنالك اتفاقية وإن كانت نافذة خالفوها كلها بكل تفاصيلها، يعني تدخلوا عشرات الكيلومترات على عكس ما تم ذكره في الاتفاقية بين العراق وتركيا في زمن مضى. طبعا طبعا في 2008 كان اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة التركية بالتنسيق المشترك فيما إذا كانت أرادت تركيا التواجد في أراضي الإقليم، وربما العمليات التركية تجري في هذا الإطار أيضا. لا أستبعد وجود تنسيق بين الجانب حكومة الإقليم وحكومة الحكومة التركية. تركيا طبعا بكل الأحوال أي دولة مثل طبعا دولة العراق تفكر في مصلحتها، بالتالي مصلحة تركيا هو الدخول داخل الأراضي العراقية وتنفيذ عمليات والتخلص من ملف حزب العمال الكردستاني. هذا الملف بالنسبة لتركيا حساس جدا ويمثل خطرا كما تعتقد هي على أمنها القومي، بالتالي هي تفكر في مصلحة شعبها وأمنها القومي، بالتالي لا تفكر في مصلحة دولة أخرى، وهذا هو ما تشرع عليها جميع الدول. طيب لكن كيف لحكومة الكاظمي الآن أن تضمن أو تهيئ فريق تفاوضي يعني قوي ويناسب الملف التركي؟ لأن بصراحة اللي شفناه في الحوار الاستراتيجي الأمريكي اعتراضات كثيرة على الوفد العراقي اللي سوى أول جلسة مع الوفد التفاوضي الأمريكي. كيف للعراق أن يضمن هذا الموضوع برأيك؟ وهل هو هذا الطريق الوحيد اللي أمام العراق لضبط هذا الملف؟ يعني في الحقيقة هذا الموضوع أيضا لا يبتعد عن الصراعات السياسية والصراعات الحزبية على المناصب. يعني مثل ما تعلم أنه في جميع السفارات وفي جميع المناصب الحكومية هناك حصص هي الأحزاب، وهذا الموضوع مثلا أعطيك مثال في السفارة العراقية في أنقرة هناك حصص للتركمان ولمجلس الأعلى ولتيار الحكمة ولحزب الدعوة، بالتالي الموظفون في هذه الدوائر هم يأتون من بغداد وما عندهم أي دراية بالملف، بالتالي هم جايين هنا جرد راتب وعايشين حياتهم وما لهم علاقة أصلاً بالملف التركي. وأيضاً أنا على مقربة من هذه الدوائر وأغلبهم حتى ما يجدون اللغة التركية يعني على فكرة، بالتالي أنت شلون تريد تتعامل ويا هذا الملف وأنت أصلاً ما عندك فريق في دولة ما عنده علم ما عنده أخبار تجي من تركيا إلى بغداد؟ إن أنا المشكلة هي أنه يعني على مدار 4 سنوات تغير أكثر من سفير، يعني على ما أعتقد 3 سفارات غيره. يعني أستاذ مصطفى اللي تريد تقول لي حتى بهذه واسطات بالوفود اللي كانت ترسل في مفاوضات مصيرية؟ طبعا في مفوضية الانتخابات تكون واسطة في مكاتبها في تركيا مثلا تلقاهم كلهم أغلبيتهم تركمان باعتبار أنه تركيا تدعم التركمان. عندك الجانب في موظفين السفارة كل واحد عنده حصة، إذا أنت ما عندك ما منتمي الحزب ما تقدر توصل لهاي السفارة وأي دوار في دوار الحكومة المهمة، يعني للأسف أقول هذا الموضوع يعني. طيب هل هذا الملف للنسيان بالنسبة لحكومة السيد الكاظمي؟ لأن تدري إحنا نسمعه إن حكومة السيد الكاظمي سنة ونص، البعض يقول سنتين راح يكون عمرها، هذا ملف كبير ومعقد ومتراكم من الماضي. هل هذا الملف يعني حيكون في شيء بعيد عن متناول السيد الكاظمي وما راح يقدر يقدم يعني الكثير برأيك له؟ يعني هو الموضوع يحتاج إلى استقرار. الاستقرار هو مهم جدا في مهام الحكومة العراقية، يحتاج إلى شخص عنده 4 سنوات، هذه 4 سنوات يخلي خطط ويخلي فرق تفاوضية. عندك أنت ملفات علاقة مو بس بتركيا، عندك ملفات علاقة ويا السعودية، ملفات علاقة ويا إيران، ملفات علاقة ويا الولايات المتحدة، بالتالي يحتاج إلى وأغلب الدول طبعا تركيا ناجحة في فرق التفاوضية مثل إيران والدول الأوروبية، أغلب الدول حتى الخليجية عندها فرق تفاوضية تضع كل فريق ويا ملف الخاص. هذا الملف هو مجرد يجي رئيس الوزراء يفهم من الفريق التفاوضي انه احنا شنو لازم نسوي، راح يطول استشاره احنا لازم ايش نتعامل. يعني رئيس الوزراء
ما راح يكون على علم مباشر، مستحيل الكاظم يعرف ما يدور في تركيا. يعني من هذا المستمع المستحيلات، يحتاج إلى طرق مستشارين لديهم خبرة، محترفين جدا، فريق ماكر يستطيع الحصول على المراوغة والحصول لكن على لكن لكن نقطة مهمة أستاذ مصطفى لا ننساها، أنه السيد مصطفى الكاظمي كان رئيسا لجهاز المخابرات العراقي، ألا يؤهل ذلك الرجل في هذا الملف بالذات الذي نتحدث عنه الآن؟ يعني ممكن أمنيا وربما يستطيع الكاظمي، لكن سياسيا الرجل هو ما عنده خبرة تأهله أنه يجري مفاوضات مع ملف كبير مثل ملف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، وايضا مع انقره، وايضا مع طهران. يعني حتى هذه اللحظه ما ممكن ان واحد ينطي حكم على حكومه الكاظمي، لان عدى فتره قصيره والعراق غارق بالازمات، وبالتالي ربما يعني يحتاج الى فرصه ممكن يحقق النجاح في هذه الملفات. طيب لكن احنا هذه ممكن يعني اليوم التدخل التركي وغيرها يعني تبرر مثل ما حضرتك الان تكلمت، اكو اتفاقيات، اكو مفاوضات، الامريكان كذلك هنالك اتفاقيه، لكن الان ايران بدخولها الى قنديل بحسب ما سمعنا منطقه قنديل 10 كيلومترات تقريبا وغيرها، يعني ما ادري عن حقيقه ما اجى الى مسامعي اي اتفاق مع ايران بهذا الموضوع. يعني ايران انت ايش تعتبرها برايك الان في تدخلها هذا وفي القصف المتكرر مرارا وتكرارا على مناطق موجودة في شمال العراق؟ هل أيضا هذه بتنسيق يعني مع الحكومة، تنسيق ما ندري بيه إحنا مثلا؟ يعني هو الموضوع بصراحة يعني لو نفكرها من زاوية أخرى، إنه العراق هو لما أنا كدولة أتواصل مع العراق وأحذر من وجود عناصر تهدد أمني، فعلى الجانب العراقي ان يستجيب لهذه الاستجابه على هذا المطلب وعلى ارض الواقع ويحاول انه يقلل او يحارب على الاقل او يشن عمليه او يبادر بحل هذا الملف. اما الجلوس وترك الموضوع، وهذا الموضوع هو يعني بس ما نطوقت استاذ مصطفى عفوا يعني العراق. هذا غير مبرر طبعا. طيب لم يعطوا وقتا عفوا للسيد الكاظمي او حكومته ان تسوي شيء على هذا الملف اذا تركيا واذا ايران؟ انا مثل ما قلت لك ربما انا في رايي هذا الموضوع ما يبتعد عن وجود ربما اتفاق ايراني تركي. انا ابدا ما استبعد وجود اتفاق ثلاثي عراقي تركي ايراني حول هذا الموضوع، ابدا ما استبعد. طيب لكن احنا اليوم ايضا اكو موضوع خطير اللي هو موضوع داعش والتقارير المتكرره وازدياد العمليات، والان يعني اذا نسمع انه عوده للتحالف الدولي في المشاركه كسلاح جو في هذه العمليات ضد داعش الارهابي، الخلل وين استاذ مصطفى؟ هل الخلل في اداره الازمه بالقوات العراقيه، عدم معرفه داعش وتكتيكاته وتغيراته؟ يعني انت برايك ليش هذه دا تزداد على الرغم من كل الانتصارات اللي تحققت على داعش؟ يعني هو الكثير من المسؤولين في الحكومه العراقيه يعتقدون ان الحلول هي امنيه فقط، وحتى في حكومه نور المالكي الحكومه حيدر العبادي كانت لديهم خطط امنيه وليس مستقبليه. الان كم مضى على تحرير الموصل والفلوجه وغيرها من المدن؟ العراق حررها نعم واستعاد السيطرة على هذه الأراضي، لكن هل استطاع أن يزرع الثقة في بين المواطنين، أن يعمر هذه المدن، أن يوفر فرص اقتصادية، فرص عمل، مشاريع بنى تحتية؟ لا يوجد. بالتالي هي هذه النقطة، التنظيم بإمكانه أن يعيد قواته إلى الواجهة من جديد من خلال هذه الثغرة. استغربت انه هناك ناس شباب عاطلين عن عمل، هناك حواضن موجوده، هناك ايضا شعب او وجود مواطنين لا يثقون بالحكومه، بالتالي يلجؤون الى حلول اخرى، ربما تنظيم داعش يستطيع استغلال هذه الثغره بالتالي. طيب لكن اكو اطراف بالعراق تتفسر عوده وازدياد هجمات داعش هي انه بسبب يعني ردا على قرار البرلمان العراقي في إخراج القوات الأجنبية، رجعوا داعش وغذوا داعش ونطوا النواظير ونطوا الأسلحة، يعني يتكلمون بلغة المؤامرة حتى يجدون مبررا ليتواجدوا في العراق مرة ثانية. تعتقد أكو صحة لها الموضوع؟ أستاذ مصطفى هل تسمعني؟
طيب يبدو عندنا مشكلة حقيقة أعتقد في الصوت مع أستاذ ألو. مصطفى. أستاذ مصطفى هل تسمعني الآن؟ طيب عندنا مشكلة إذن بالصوت حقيقة. إذن يعني هذه الملفات اللي قاعدين نحكي بها هي ملفات كلش صعبة وكلش معقدة على حكومة يعني عمرها عبارة عن سنة سنة ونص، مطلوبة من أولوياتها انتخابات وغيرها، لكن اليوم واقع الحال يقول إذا الحكومة ما تتصرف مثل ما تصرفت في حي الدورة ضد هذه الأطراف الميليشيات اللي هي خارج إطار الدولة ما راح تقدر تسوي شيء ولا راح تقدر تحقق شيء. تتصرف مباشرة ضد تنظيم داعش من أول يوم إجا بيه السيد مصطفى الكاظمي، أطلق عمليات عسكرية مباشرة، أعلنها باجتماعه طبعا مع هيئة الحشد الشعبي بحضور كافة القيادات الموجودة في الحشد الشعبي، وأعلنوا العمليات ضد داعش الإرهابي. لذلك مطلوب أكشن، مطلوب أداء سريع جدا. إذا أعود إلى الأستاذ مصطفى من جديد. أستاذ مصطفى أتمنى صوتي الآن يكون واضح مع حضرتك. يعني تدري أكو أطراف تقول أن الأمريكان هم اللي يغذون الدواعش بعد قرار البرلمان حتى يقولهم مبرر يرجعون ويحققون صفقات أخرى يسلبون بها خيرات العراق. هذه الأطراف هالشكل تحكي، كيف ترد على ذلك؟ مثل ما أرجع وأقول لك، غالبية الدول تفكر في مصالحها قبل مصالح غيرها. لو كان هناك فعلا تخطيط وفعلا وجود خطط تستعيد هيبة الدولة، تستعيد القوات الأمنية السيطرة الكاملة بحيث تفرض سيطرتها على أن لا يعد هذا التنظيم من جديد، لما كان يستطيع التنظيم تنفيذ مثل هذه العمليات. طبعا الإدارة الأمريكية تضغط من هذه الجهة، وهذا واضح جدا بشكل العراق عندما ضغط على إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، بالتالي ظهر التنظيم بشكل واضح جدا للجميع. لكن أنا أستغرب من كل هذه السنين، العراق مرت سنين على تحرير الأراضي من تنظيم داعش واستعادة السيطرة، لكن إلى هذه اللحظة لم يستطع أن يمسك الأرض بشكل كامل. طيب هل هي يعني همين أرجع أسألك، هي سوء إدارة في العمليات الأمنية؟ من يتحمل يعني الآن أهم من هذا الموضوع كله، من يتحمل مسؤولية كل هذا التدهور الأمني اللي بين فترة وفترة يتصاعد على العراق؟ من يتحمله؟ حكومة عبد المهدي، حكومة حيدر العبادي، هالشكل قل لي أستاذ مصطفى. يعني الموضوع ببساطة مرتبط بوجود انقسامات وصراعات سياسية داخل المؤسسة الأمنية أيضا. هذه المؤسسة مرتبطة بشكل مباشر برئيس الوزراء، ليست مؤسسة أمنية مستقلة مثل ما تفعل جميع الدول، تضع هذه المؤسسة مستقلة لا تتأثر بالصراعات السياسية. بالتالي رؤساء هذه المؤسسة وقادة هذه المؤسسة هم مستقلون مهنيون قادرون على قيادة الملف الأمني بعيدا عن وجود أي صراع. لو تلاحظ الخلل الأمني يصير في العراق عندما يكون وجود خلل سياسي، إن الموضوع مرتبط بالسياسة. يعني ماكو دولة تتعامل مثلا، أكو دول كثيرة تنشغل بالانتخابات، تنشغل بوجود تظاهرات، لكن بنفس الوقت الأمن موجود ووجود اتفاقيات ويستمر الجانب الأمني بالاتفاقيات وتنفيذ عمليات، وبالتالي الأمور ماشية. لكن في العراق إحنا عندنا من عندما تصير تظاهرات العراق تشوفها وجود صراع داخل الحكومة والأحزاب، بالتالي هذا يأثر على الجانب الأمني. أنا أعتقد أقولها مجددا، الموضوع مرتبط بالصراعات السياسية، المؤسسة الأمنية غير مستقلة وتابعة للأحزاب، بالتالي هذا يؤثر على الأمن بشكل عام في العراق. طيب لكن حتقتنع هذه القوى السياسية اللي موجودة بالبرلمان اللي سوت القرار بالبرلمان ولا زالت تطالب السيد الكاظمي؟ البعض منها هدد السيد الكاظمي إنه إذا ما سعى في إخراج القوات الأجنبية راح يجيبوه للبرلمان وراح يقيلوه، يعني بحسب حقيقة تصريحات عديدة سمعناها. هذا السيناريو قادم يا سيدي الكريم، كيف للكاظمي أن يتخلص من هذا السيناريو في ظل حاجة فعلية إلى قوات التحالف الدولي؟ بغض النظر عن التفسيرات لازلنا بحاجة لهم بحسب الكثير من الخبراء الأمنيين. يعني الكاظمي في وضع صراحة لا يحسد عليه، هو واقع في جبهة متحاربة مع خصمين، الجماعات الموالية لإيران، ومن جهة وجود ضغط أمريكي على التواجد بشكل كبير في العراق. يعني أنا أعتقد أنه في الأيام المقبلة سنذهب باتجاه هذا السيناريو.
الكاظمي ايضا سيقال، لا يستمر الكاظمي، سيقال وبسبب وجود هذه طيب الضغوطات. بس هذه ممكن تفجر الشارع استاذ مصطفى. اليوم الشارع يعني كله مع السيد الكاظمي باجراءاته الاخيره، هاي حركه ممكن تدمر كل شيء. ما اعتقد اكو انقسام داخل الشارع. الان الاحزاب استغلت وجود انقسام داخل الشارع العراقي، اكو بهم داعم للكاظمي ولعبد الوهاب الساعدي، واكو بهم يعتقدون ان الكاظمي هو جزء من هذه الاحزاب، وانه هو بالفعل انه الكاظمي هو تنصب يعني بدعم من هادي العامري، وهادي العامري وداعم مدعوم من الجماعات المواليه لايران، بالتالي يعتقدون بان الكاظمي هو جزء من هذه العمليه السياسيه. لكن بس السيد هادي العامري كانت تصريحاته مؤخرا يقول لك احنا توافقنا عليه للرجل، ويعني حتى البعض يقولون صار التوافق على الرجل على مضض لانه بس يريدون يطلعون من السيد عدنان الزرفي. بس مو هذا المهم استاذ مصطفى، اجراءات السيد الكاظمي يعني بغض النظر احزاب مو احزاب، رجل قال انا حزبي الشعب وما عندي حزب وما عندي كتله سياسيه، تصرفاته كسبت يعني دعم كبير جدا. الان تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي وشوفه بعينك، يعني لا تعتقد ان الموضوع يعني تغير هنا؟ يعني اذا الكاظمي رئيس الوزراء تعامل مع هذا الوضع واستغله بشكل صحيح راح يوصل لنتيجة مرضية. هناك شعب متعطش إلى شخصية مستقلة غير مدعومة من الأحزاب تستطيع مواجهة هذه الجماعات وتؤسس إلى دولة لها هيبة، لها قوات أمنية واضحة، وليس مو أنت حضرتك قلت راح يقال وما راح تصير مشكلة، أنا دا أقول لك حتصير مشكلة. أنا أقول لك إنه هو إذا استغل الوضع الحالي وقدر يواجه هذه الضغوطات باللجوء، وفعلا يشتغل على هذا الموضوع انه يلجا الى الشعب دائما ما يذكر انا قوتي بالشعب، انا قوتي ايضا بالاعلاميين، يعني بالتالي هو مدرك لهذه القصه انه هو راح يمشي بهذا المنوال. لكن في النهايه هو العمليه السياسيه هي قائمه على اساس التوافق السياسي، والأحزاب الحالية هي قادرة على إقالة الكاظمي إذا توافقوا عليه، مثل ما صار مع الحكومات الماضية. الأقوى السياسية إذا وجدت نفسها في مزق مع حكومة الكاظمي ستقيله، طيب. وإذا لم تقيله ستضعه في خانة أزمات جديدة. تمام، إذا أنتقل الآن إلى الأستاذ عقيل الروديني عضو تحالف النصر عبر السكايب من بغداد. أستاذ عقيل أرحب بك، وحقيقة يعني إحنا وصلنا بالنقاش إنه السيد مصطفى جليل يعني ده يعتقد أنه السيد الكاظمي في ظل هذه الظروف ضد داعش، ورجعنا إلى مشاركة التحالف الدولي من جديد في سلاح الجو، الرجل لن يصل إلى قرار أنه يطلب من الأمريكان تعالوا اسحبوا قواتكم، بالتالي سيؤدي ذلك إلى إقالته في البرلمان. هو وصل إلى هذه النتيجة، هل تعتقد فعلا هذا السيناريو ممكن يتطبق على أرض الواقع في العراق؟ وما العواقب في رأيك إذا تطبق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم والشكر موصول إلى مشاهدي قناتكم الكريمة. لا يختلف اثنان على التحديات التي تواجه حكومة السيد الكاظمي، فهي كانت حكومة أزمة وجاءت لحلول لأزمات متعاقبة أثر المشاكل اللي حدثت في حكومة السيد عادل عبد المهدي، وبالتالي جميع الكتل السياسية اتفقت على السيد الكاظمي أن يتولى لإنقاذ العملية السياسية، وكانت هنالك مهمات وأولويات لحكومة السيد الكاظمي، منها الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، وكذلك إعادة هيبة الدولة، معالجة المشاكل الاقتصادية أثر هبوط النفط الحاد عالمياً، كذلك معالجة المشاكل الصحية أثر وباء كورونا، والأمور الأخرى المتعلقة في نفس السياق. لكن هذه أهم الأمور والعقبات التي كانت في الحكومة السابقة، ومطالب المتظاهرين اللي منذ 11 يعني طالبوا بهذه المطالبات بتغيير قانون الانتخابات، قانون المفوضية، استقالة الحكومة، و
حكومة جديدة تعتبر حكومة مستقلة باعتبار السيد الكاظمي لم يكن متحزبا أو تابعا إلى جهة سياسية. اليوم ما يحصل صراحة هو تحدي كبير، يعني من خلال السيد الكاظمي بدأ الإصلاحات الحقيقية مالته بعد إكمال كابينته الوزارية خلال الأيام القليلة الماضية، وبدأ مواجهة تلك المشاكل والعقبات من خلال خارطة الطريق وضعها من خلال فريق استشاري يعمل معه. اليوم ما يحدث من احتكاك صراحة بين الولايات المتحدة وبين إيران ينعكس بالسلب على العراق باعتبار وجود تواصل بين العراق وإيران، كذلك وجود تواصل بين العراق والولايات المتحدة، فهذه مشكلة متعاقبة يعني منذ أكثر من حكومة. الحشد الشعبي والمشاكل اللي حدثت في الفترة الماضية، الجميع يعلم أن الحشد الشعبي هو أصبح مؤسسة حكومية ومن أكبر المؤسسات الأمنية تعتبر لشاركة في مقاتلة داعش، وكانت هنالك التحالف الدولي والولايات المتحدة كانت داعمة لتحرير العراق من براثن داعش، وكان الحشد الشعبي ضمن هذه القوات وعلى ربما على رأس هذه القوات. لا شك أن مؤسسة بحجم الحشد الشعبي توجد فيها مشاكل، يعني ربما هناك خروقات، ربما مشاكل حالها حال أي مؤسسة أو دائرة ربما تحدث فيها. اليوم يعني نحن كعراقيين وكنحن في ائتلاف النصر لا نريد أن يكون هنالك احتكاك بين جهازين أمنيين مهمين. طيب أستاذ عقيل، كجهاز مكافحة الإرهاب، لماذا تم ربط الموضوع بالحشد الشعبي؟ أستاذ عقيل، لماذا تم ربط الموضوع بالحشد الشعبي؟ والبيان كان واضح إنه هذول جماعات خارج إطار الدولة، بيان قيادة عمليات المشتركة. نعم، يعني حسب الرواية اللي سمعتها أنا إنه كان هنالك اتصال السيد الكاظمي مع السيد العامري وكذلك بالسيد الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي على هل إنه هذه الجماعات ضمن يعني ضمن الحشد الشعبي، يعني منضوية تحت الحشد الشعبي أو لا، وأعتقد كانت الإجابات إن هذه الجماعات غير خاضعة للحشد الشعبي، لذلك السيد الكاظمي يعني تم يعني أمر قبض على هذه المجاميع وبالتالي ذهبوا إلى التحقيق معهم. اليوم ما حدث وما يحدث أنا أعتقد يجب يعني مسك هذه الأجهزة بشكل جيد وضبط النفس، وبالتالي على السيد الكاظمي وعلى هذه المؤسستين الأمنيتين المهمتين في العراق والتي شاركت في الانتصار على داعش أن يكون هنالك يعني فعلا تواصل مهني أمني، ولا أن تحدث مثل يعني هذه المشاكل مستقبلا. طيب لكن أستاذ عقيل، يعني إذا كانت عفوا يعني المعلومة اللي حضرتك تفضلت بها جدا مهمة، المعلومة اللي تفضلت بها جدا مهمة أستاذ عقيل، يجري إذا ما كان هذه الجماعات شاركت في هذه الأعمال أم لم تشارك. تمام، لذلك سوف ننتظر القضاء العراقي في هذا الموضوع. تمام، إذا كانت الأمور بهذا التنسيق اللي حضرتك الآن تفضلت به بالمعلومات اللي عند حضرتك، يعني لماذا هذا التصعيد الكبير ضد السيد الكاظمي والتهديدات والتغريدات والمتحدث باسم الفصيل كذا والقائد المسؤول الأمني في 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 المؤسسة كذا، حتى من حزب الله شفنا تصريحات مباشرة ومهددة للسيد الكاظمي، لماذا هذا التصعيد وهنالك تنسيق كان في الاتصال على الأقل اللي حضرتك تكلمت عنه؟ سيد الكريم، أنا أعتقد يعني ربما هنالك يعني ضرب لبعض المصالح. الحشد الشعبي نحن لا نختلف يعني وفق قانون، وهذا القانون اللي يضمن حقوق الحشد الشعبي وهو مؤسسة أمنية رسمية. أما إذا كان بعض الجماعات خارج إطار الحشد الشعبي، طيب، وخارج يعني هذا القانون اللي منتمي عليه أو يرجع إلى الحشد الشعبي،
يعني هذا من باب فرض هيبة الدولة، وهذا ما اتفقت عليه نفس الكتل السياسية. كان واحد من المهمات اللي فرضت على السيد الكاظمي من قبل الكتل السياسية ومن قبل الأحزاب وكذلك من قبل المرجعية هو إعادة فرض هيبة الدولة. طيب فكيف نفرض اليوم هيبة الدولة إذا كان هنالك جماعات خارج عن الحشد الشعبي وخارج عن الأجهزة الأمنية؟ تمام. وربما يكون هنالك بعض المشاكل أو بعض الاعتداءات. جيد. لذلك اليوم أنا أعتقد إحنا في أمس الحاجة إلى الوضوح وإلى أن نكون هنالك في حوار مع الفصائل. هل نحن اليوم كعراقيين وكمؤسسات أمنية وكأحزاب سياسية ومؤسسات يعني كمؤسسة رقابية لتتمثل بالبرلمان، كذلك المؤسسة التنفيذية المتمثلة بالحكومة وكذلك المؤسسة القضائية، هل نريد أن نذهب إلى إنتاج دولة أم إنتاج لا دولة؟ تمام أستاذ عقيل. فعلينا أن نكون صريحين. جيد. نحن لا نريد أن نخرج على إنتاج أن نكون لا دولة. طيب أستاذ عقيل. ولكن علينا أن نكون بالتواصل هذه المؤسسات. جميل جدا. مع الحشد الشعبي، مع المؤسسات الأمنية. طيب ممتاز، خليني أنتقل الآن إلى الحروف. تمام أستاذ عقيل. هنالك. تمام سأعود إلى حضرتك بسؤال آخر، لكن أعود بسرعة إلى الأستاذ مصطفى جليل. أستاذ مصطفى، السيد الكاظمي اتفقت عليه القوى السياسية حتى ينقذ العراق من المشاكل اللي دا يعيشها، وهو الرجل دا يسوي كل شيء بالتنسيق ودا يتصرف بطريقة صحيحة كسب بها الشارع، ليس من مصلحة أحد التحرك ضد الرجل، كون يعني الرجل الآن كسب مو بس دعم داخلي وإنما دعم خارجي، وبدت الناس تحترم العراق، ومن غير المتوقع أن تقوم أمريكا مرة ثانية أو أي دولة أخرى بخرق السيادة العراقية. ألا تعتقد من مصلحة الجميع أن يبقى السيد المصطفى الكاظمي الآن في هذا دوره وأن يؤدي ما عليه، كون أنه فعلا قاعد يحل أزمات؟ كيف ترد على ذلك؟ يعني في الحقيقة يعني هو هذا المعروف، من يعمل بشكل جاد ويريد للعراق الخير لن يبقى مع هذه القوى السياسية. يعني هذه القوى لديها نفوذ ولديها أجندات تريد تنفيذها في العراق، بغض النظر بغض الطرف عن هذه الأحزاب وهذه القوى، سيجعل الحكومة أمام تحدي، وبالتالي الكاظمي هذا ما يواجهه الآن. الكاظمي يحتاج إلى فرصة حقيقية لإثبات جدارة. الرجل استلم الحكومة واستلم البلاد بعهد مليء ومثقل بالأزمات، يحتاج إلى فرصة. أكد لك مرة أخرى التماسك الداخلي ومسك زمام الأمور بشكل كامل خصوصا الأمنية سيبعد أي تدخل خارجي للعراق، وسيحفظ هيبة العراق وسيحفظ سيادة العراق. الجميع الدول تستغل وجود انقسامات داخل العراق وتستغل وجود ثغرات كبيرة في المؤسسة الأمنية، بالتالي إذا كانت هناك فعلا قوة تريد لهذا البلد أن يكون بخير، عليهم أن يتركوها الكاظمي لفترة ويعطوه فرصة وسيطر بشكل كامل على المؤسسة الأمنية ويعيد هيبة الدولة. تمام أستاذ مصطفى، على عجالة، أنت ليش يعني دا توصف أنه أكو هذه الأطراف قوية ولا زال عندها تأثير وغيرها، لكن الميليشيات اللي هي تابعة إلى إيران اللي هي خارج إطار الدولة وليس لها علاقة بالمؤسسة العسكرية ضعفت بالفترة الأخيرة؟ حصار أمريكي، ماكو فلوس، سلاح لم يعد سهلا، يعني حتى التوجيهات تبدو أصبحت يعني مختلفة تماما، هم يعيشون ساعاتهم الأخيرة. ليش دت يعني دت يعني البعض حقيقة أيضا يصور أن الموضوع خطر على السيد الكاظمي؟ بالتالي هذه الجماعات لديها نفوذ سياسية في البرلمان وفي الحكومة وفي جميع مؤسسات الدولة. يعني الموضوع لا يبتعد عن وجود يعني ليس فقط أمنية، الموضوع أيضا له علاقة في الأجندات السياسية، وهناك برلمانيون وموظفون في مؤسسات دولة مهمة، بالتالي هذه تتغذى من هذه العناصر. أنا كما ذكرت لك لديها نفوذ قوية ولديها قوة سياسية ولديها وجود على أرض الواقع لا يمكن إنكاره بشكل كبير. طيب إذا أعود إلى ضيفي على عجالة السيد عقيل الروديني. أستاذ عقيل، يعني أنتم كتحالف النصر أو ائتلاف النصر، وجهة نظركم الآن، هل العراق عليه
أن يؤجل قرار البرلمان في إخراج القوات الأجنبية وأن يستمر في الاعتماد على التحالف الدولي حتى الخلاص من براثن داعش، يشكل حوارات جديدة مع تركيا مع إيران على الخروقات اللي دا تصير، أم أنه خلاص عندنا قرار برلماني ولازم نمشي به؟ أين تقفون أنتم الآن؟ سيد الكريم، البرلمان كان قراره واضح، هو إخراج كافة القوات الأجنبية من العراق، ويبقى الرأي لدى الحكومة العراقية اللي انتخبها البرلمان وبتأييد كبير، يعني حكومة السيد الكاظمي لأول مرة تحظى بهذا الإجماع الكبير من داخل البرلمان، يعني حدود 270 نائب مؤيد لحكومة السيد الكاظمي وتم التصويت عليها، كذلك الدعم الخارجي والدعم الدولي. اليوم فيما يخص موضوع إخراج القوات الأمريكية، هو أعتقد مطلب جماهيري ومطلب ممثلين الشعب اللي يمثلون عامة الشعب العراقي. طيب، ويبقى السيد الكاظم كم يحتاج من عدد مثلا من المستشارين، يحتاج بعض الإعدادات اللوجستية. طيب، بعض الأمور اللي تخص القوة الجوية والفضاء، هذا تقدره الحكومة والمختصين في الشأن الأمني. طيب، المستشارين في الشأن الأمني يعني يشيرون إلى السيد الكاظمي، ما طيب هي مدى حاجتنا إلى العديد من هذه القوات. طيب، أما كقوات مقاتلة أعتقد على الأرض اليوم جميع العراقيين أعتقد يعني يقولون أن لدى العراق اليوم من مؤسسة أمنية، من جهاز مكافحة الإرهاب ووزارة طيب الدفاع، شرطة داخلية، بيشمركة، حشد شعبي. جميل. هذه القوات هي قادرة على حماية الحدود طيب العراقية، ويبقى بالنسبة للتحالف الدولي لا شك نحن نحتاج التحالف من خلال وضحت الفكرة أستاذ عقيل، يعني حقيقة وبعض الأمور الفضائية ممتاز جدا، يعني حقيقة الوقت يدركنا بشكل كبير، كنا نتمنى أن يكون النقاش معك بشكل أطول. كنت معنا من بغداد عبر السكايب الأستاذ عقيل الرديني، عضو تحالف النصر، شكرا جزيلا على حضورك. وأيضا أود أن أشكر ضيفنا من تركيا الباحث في الشأن التركي العراقي السيد مصطفى جليل عبر السكايب، أيضا شكرا جزيلا على حضورك أستاذ مصطفى. إذا مشاهدين الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.